للوهلة الأولى يبدو هذا المكان كأنه مختبر داخل أحد المستشفيات، بيد أن الفريق البحثي هنا يعالج براعم الموز تمهيدا لزراعتها في حقل قريب تابع للمختبر في محافظة البصرة، رغم الظروف المناخية القاسية بعد استيراد مستنسخات جينية من مصر. الهدف من الزراعة النسيجية هو إكثار هذه النباتات كميات كثيرة، إعطاء نباتات تتحمل الظروف بحكم أنه تمت التعديل عليها وإعطائها مواصفات جيدة، إعطاء مجموع جذري جيد، سيقان جيدة، أوراق جيدة. وباستطاعة المختبر الواحد تغطية احتياجات محافظة كاملة من أي فاكهة، بيد أن غياب الدعم الكامل لهذه المختبرات يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي. الصنف اللي احنا بصدد العمل به هو صنف موز جراند ناين، وهذا الصنف جبناه من خارج القطر وتم تكثيره هنا بالمختبر. طبعا احنا نحتاج الى مختبرات اكثر من هذا المختبر، واصلا هذا المختبر هم يحتاج الى دعم حتى يزيد الكميه اللي الانتاجيه. حاليا الكميه الانتاجيه اللي موجوده بالمختبر بحكم انه الايدي العامله الموجوده، الامكانيات الموجوده، ما راح تحقق لنا الكميه المطلوبه اللي تكون نستغني عن المنتوج المستورد. كل مختبر ينطينا كميات، يعني يمكن المختبر يمكن يقدر يغطي المحافظه، كل مختبر يغطي المحافظه، لكن قلت لك انه اوكات المختبر بامكانات بسيطه ما يقدر يغطي هاي الكميه، ربما ما يقدر يغطي له فد حقل واحد. ويقول المهندسون الزراعيون انه يمكن تطبيق تجربه المختبرات النسيجيه في جميع محافظات العراق، كما يمكنها أن تكون حلاً ناجعاً لأزمة تدهور الزراعة في ظل تغيرات المناخ. تنجح في جميع محافظات العراق إذا توفر له رطوبة ما تقل عن 50 إلى 60%، وإذا توفر له درجة حرارة ما تزيد عن 45 درجة مئوية. يعني إحنا ندرب البصرة درجة الحرارة ما توصل 55 درجة مئوية، وإحنا للعلم جربنا عندنا موز قليل، يعني عدد قليل، تقريباً 4 موزات زارعينها في الأرض المكشوفة. يعني هسه إذا تشوف هناك احترقت من ارتفعت درجة الحرارة، فإذا توفر الجو الملائم له ينجح في جميع المناطق، بالعكس المناطق الوسطى يجوز الامكانيات اقل من ما تصرف بالبصره. اكو متغيرات هواي، يعني عندنا التغير المناخي، واضافه الى التلوث اللي تعاني من عنده خصوصا المحافظات البصره، المحافظات الجنوبيه ومن ضمنها بالخصوص البصره. الزراعه النسيجيه ممكن ان يكون لها دور كبير في احياء الزراعه في هذه المحافظات. ويعيد هذا المختبر الأمل في إمكانية ازدهار زراعة الفواكه والخضروات غير المعهودة في العراق في حال توفرت إرادة حقيقية.